ليلة ليست ككل الليالي، قضاها المسيحيون من كلدان وآشوريين وصريان في أجواء إيمانية بعيد ميلاد السيد المسيح بكنائس بلدة عينكاوا بأربيل التي ضمتهم من جديد وقلوبهم تهفو لغد أجمل. المئات منهم أحيوا الشعائر والطقوس بأجواء احتفالية بعد الانتصار على داعش. عيد لانفتاح صفحة جديدة، لانفتاح وطن جديد، وطن الخير، وطن الحرية، وطن المحبة، لأنه هذا اللي احنا تربينا عليه، واحنا اللي ولدنا على هذه الأخلاق، المحبة والحرية. عيد ميلاد السيد المسيح يعتبر ثاني أهم الأعياد عند الطائفة المسيحية بعد عيد القيامة، ويستذكر مسيحيو العراق كيف عاش أجدادهم بسلام مع الطوائف الدينية الأخرى، وكيف كانوا يمارسون طقوسهم بكل حرية، يأسفون اليوم لحالهم من دون أن يلتفت إليهم أحد. بالنسبة عن المسيحيين كانوا كثرة، هسه ما ظل منهم ربع، ماكو منهم، سافروا ومنهم رجعوا على سالنينا، ظلوا بس هالمصرب واحد ومنها قليلين كلش، من هالبغداد شوية هم. ورغم حالة الأسى التي تعتلي بعض النفوس، فإن الإصرار على الاحتفاظ بالتقاليد المسيحية كل عام والدعوات بإشاعة روح السلام والأمن والاستقرار يشارك فيها الجميع بدون استثناء. أعيد الشعب المسيحي بهذا اليوم بولادة سيدنا يسوع المسيح، نتمنى السلام يعم على بلد العراق. أطلب السلام والمحبة لكل الناس، وإن شاء الله يعني على أراضينا نرجع الحمد لله والشكر. يوسف المندلاوي، الحرة، أربيل.